بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحريبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن البكتيريا القديمة. طبعا لقد تبين أن هناك مجموعة من البكتيريا لديها القدرة على البقاء والتكاثر في ظروف صعبة، تسبب تشبه تقريبا الظروف التي سادت على سطح كوكب الأرض قبل مليارات السنين. طبعا في أنواع تعيش في انعدام الأكسجين والحرارة المرتفعة، طبعا مثل بكتيريا المختزلة للميثان تعيش بانعدام الأكسجين. أيضا البكتيريا المحببة للحرارة والحامضية. كذلك أيضا في نوع من أنواع البكتيريا يعيش في الأملاح. طبعا هذا النوع يعني يستطيع أن يعيش في مياه البحر الميت، بالرغم أنه يعني درجة الملوحة في هذا البحر مرتفعة جدا. هذه أغلب الأنواع الصعبة والقديمة التي لديها مورثات قوية جدا تعيش في أصعب المواقف. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس لاحق.